البرمجة بلغة سي المحاضرة الخامسة. عندنا النهاردة 5 تمارين برامج تتدرج يعني في الصعوبة، وإيه بتكشف لي أفكار كتير عن أسلوب البرمجة بلغة سي. هي لغة سي لغة قوية وفيها شوية اختصارات علشان تكتب كود أقل تعمل بيه حاجات كتيرة وبسرعة، بس الاختصارات دي بتغلبني شوية، يعني ببقى لازم أفهمها وأتقنها، فهو ده دوري إن شاء الله. طيب بص دلوقتي أنا فاتح ال5 برامج، أنا هبدأ بالبرنامج ده الأول. ليه؟ لأن هو بيأهلني للبرنامج اللي قبله. تمام؟ طيب، وكل برنامج أنا كاتب فوق كومنت، يعني مثلا بروجرام تو دو أوبريشنز أون تو انتجر نمبر، يعني البرنامج ده يقوم بعمل عمليات حسابية على رقمين عددين، والأرقام دي بشرط إنها انتجر. انتجر يا شباب يعني أعداد صحيحة. بتفرق معايا في الرياضة، بتفرق معايا في الرياضة. ماشي؟ يبقى أنا عندي دلوقتي أنا عامل إيه؟ دلوقتي include IO stream using namespace std ومين، وهنا return 0. تلاحظ ان انا كمان حذفت اللي هي pose، تلاحظ ان انا حذفت اللي هي pose. تمام؟ طيب تعالى دلوقتي شوف الكود انا كاتب لك فيه ايه. كاتب لك integer a comma b comma result. طيب بص يا ابني، دلوقتي انا بعمل declare ل3 متغيرات من النوع integer، وهنشوف دلوقتي ازاي انتجر هيفرق معايا في الحسابات بتاعتي. خلاص؟ وبعدين انا عايز برضو تركز معايا، ليه؟ اشمعنى هنا في كوما وهنا في كوما وهنا في سيمي كولوم؟ لان دي لسته. يعني ايه كوما؟ لسته، لسته من المتغيرات، والسيمي كولوم دي اللي هي انهاء الامر. يبقى انا معايا دلوقتي ايه وبي وريزلت، ريزلت يمثل الناتج. ماشي، انا عندي A و B و Result كلهم انتجر، يعني اعداد صحيحه. هنشوف هتفرق معايا في ايه بقى. بص يا سيدي، سي اوت انتر تو نمبرز اند لاين، يبقى بيظهر لي على الشاشه انتر تو نمبرز نقطتين، واند لاين هيجيب سطر جديد. خلاص؟ حلو قوي. وبعدين سي ان اي سيمي كولوم، سي ان بي سيمي كولوم. ده بقى معناه ان الاي هتبقى انبوت على سطر، والبي هتبقى انبوت على سطر تاني. خلاص يا ابني؟ يعني انا لو عملت ران للبرنامج دلوقتي هتلاقي انتر تو نمبرز نقطتين، وبعدين يجيب سطر جديد، ما هو اند لاين دي هتجيب سطر جديد، وبعدين سي ان هتدخل رقم يتحط في الاي، وسي ان هتدخل رقم يتحط في البي. تعالى بقى دلوقتي انا عامل لك 5 عمليات حسابيه، عاوزك تفهم معناهم. انا عامل لك 5 عمليات حسابيه، عايزك تفهم معناهم. بص يا ابني، ريزلت بيساوي A زائد B يعني جمع، A بلس B يعني جمع. ماشي ماشي، ما انا تحتها كاتب سي اوت سم نقطتين سم ويساوي مسافة، ونزلت ريزلت. يبقى A و B هيجمعوا على بعض، هيجمعوا على بعض ويطلع لي ايه الاجمالي بتاعهم. طيب تحتها هم نفس ال A وال B، ماينس يعني طرح، هيطرحوا من بعض، وبعدين سبتراكت يساوي وينزل الريزلت، يبقى ده الطرح بتاعه. تمام؟ طيب وايه نجمه يا شباب؟ النجمه دي علامه الملتيبلاي اللي هو الضرب الرياضي او الضرب الحسابي. خلاص؟ يبقى الرقمين هنضربهم في بعض ويظهر لي دي ملتيبلاي ايكوال، يعني حاصل الضرب يساوي، وبعدين ننزل قيمه ريزلت. تمام؟ من اول هنا بقى في شويه كلام، لان انا عاوز اختار ارقام. ماشي دلوقتي عشان ابين لك يفرق يعني ايه انتجر، يفرق بعد ايه انتجر. بص يا ابني، الديفايد انا الايه، بص انا هاخد الايه ب 10 والبي هاخدها ب 3. تعالى بقى دلوقتي نفكر، لو انا جبت 10 ديفايد 3 هقسم 10 على 3، الناتج المفروض يبقى 3 و3 من 10 او 3 فاصلة 3 3 3 3، بس بحكم ان انا عامله انتجر، بحكم ان انا عامله انتجر، هتلاقي ان الديفايد دي هتطلع لك 3 بس، والفاصله 3 3 هتروح. ماشي، هتروح ليه؟ لان هو ما بيتعاملش مع الكسور. يبقى ده اسمه انتجر، ده اسمه انتجر. ليه؟ لان انا عامله ريال، انا اسف، انا عامله انتجر. لو عملته فلوت، يعني انت خد البرنامج ده بقى واكتبه،
لو عملته فلوت الدنيا هتتغير خالص، وهنا لو رقمين وفيهم كسر هيبين لك ايه الحته اللي بعد العلامه العشر. تمام؟ طيب تعالى بقى علشان علامه النسبه المئويه دي بقى بصراحه قصه. النسبه المئويه دي قصه. بص يا ابني علشان اشرحها لك هضطر ارسم ايه؟ اطلع كده النوت باد وارسم. بص يا شباب، بص يا شباب، دلوقتي انا عندي 10 مقسومه على 3 فيها 3 يتبقى واحد. فاهمين موضوع يتبقى ده؟ يبقى دلوقتي 10 مقسومة على 3 فيها 3 يتبقى واحد اللي هي الريميندر. تمام؟ بص يا ابني علامة النسبة المئوية دي بتجيب لك باقي القسمة. بتجيب لك باقي القسمة. خلاص؟ يبقى أنت عندك دلوقتي 10 مقسومة على 3، ما هو أنا دلوقتي كله انتجر. يعني اللي هو بسط ومقام والحاجات دي زي أكن الكالكليتور شغال انتجر. ماشي؟ يبقى أنا عندي القسمة هنا دي هتطلع لك 3، 10 أنا هجربها 10 و3. ماشي؟ القسمة دي هتطلع لك 3. خلاص؟ وهنا هتطلع لك 1 لأن 10 مقسومة على 3 فيها 3، 3 في 3 ب 9، يبقى يتبقى 1، هي دي باقي القسمة. واضحة كده؟ حلو قوي. يبقى البرنامج ده وراني شوية إيه؟ رياضيات، ماشي؟ وتعلمت منه موضوع الانتجر. تعال يا سيدي نعمل له رن. يبقى أدي من هنا كومبايل ورن. تعالى دلوقتي بيقول لك انتر تو نمبرز، وبعدين اند لاين جابت لي سطر جديد. هروح انا مدخل 10 زي ما قلت لكم، ومدخل 3 زي ما قلت لكم. بص بقى يا سيدي، السم يساوي 13، ده بلس ده، ما هو مظبوط. السبتراكت اللي هو الطرح بيساوي 7، 10 ماينس 3 ب 7، طب ما مظبوطه. الملتبلاي 10 في 3 ب 30. من اول هنا بقى اللي عاوزين نركز علشان هو انتجر. ليه؟ لأن الديفايد 10 مقسومة على 3 الديفايد ب 3. طب والكسر؟ لا راح. حلو قوي. طب وعلامة البرسنتج؟ علامة البرسنتج بيجيب لك باقي القسمة. يبقى 10 مقسومة على 3 فيها 3 طلعت هنا، يتبقى 1 طلعت هنا. خلاص كده يا شباب؟ طيب يبقى أنا دلوقتي أدينك إيه؟ علمتك بعض الإيه؟ العمليات الحسابية. خلاص؟ حلو قوي. يبقى خلاص، يبقى انا خلصت البرنامج ده. تعال نخش على البرنامج اللي بعده. دلوقتي بقى برنامج السي، لغة البرمجة سي، بتحب تدمج الاوامر في بعضها بطريقة ظاهريا معقدة، بس لو انت اتقنتها هتكتب اكواد اقل وتعمل اكتر. فاحنا قلنا ان السي عامله حكاية السيمي كولوم عشان تحط اوامر كتير على نفس السطر. طيب تعال نشوف البرنامج ده فيه عمليات حسابية عاملة ازاي. وكويس ان احنا خدنا البرنامج اللي قبله عشان يبين لي موضوع القسمه، يبين لي موضوع القسمه والنسبه المئويه. طب بص يا شباب، انا عندي طبعا انا كاتب فوق تعليق شو من ذا مينينج اوف اريثماتيك اوبريشن، بعض معاني عمليات حسابيه. طبعا انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس، وخلاص كل الحاجات دي مفروغ منها، ما عادتش ايه محتاجه اي شرح. انتجر يعني انا بعمل ديكلير. انسر اي ان اس ده اسم متغير، ماشي، بيساوي 17 ما يمنعش، وانت بتعمل له ديكلير ادي له قيمه، ماشي، ما هو عدد صحيح وانا حطيت 17. طب حد بقى يحسب معايا دلوقتي ايه؟ دلوقتي انسر ب 17. خلاص يا شباب، يبقى انسر ب 17. ماشي، بص بقى بيقول لك ايه؟ انسر بلس ايكوال 10. ايه الكلام ده بقى؟ دي اول مره نشوفها في الرياضه. تعالى بقى انا افسرها لك علشان يعني تتعامل بيها ان شاء الله تسهل عليك البرمجه. بص هي دي معناها من الاخر، معناها من الاخر زود لي 10، زود لي 10 على اللي موجود في انسر. خلاص يا شباب، هي معناها من الاخر كده زود لي 10 على اللي موجود في انسر. تمام؟ وليها طريقه للتفسير انا هقول لك تفسرها ازاي. بص يا ابني خليك بس معايا، انا هكتب كومنت، هكتب كومنت ادي هنا هو سلاش، اسمعني بس، ادي هنا سلاش سلاش، يبقى ده كومنت معناها اي ان اس بيساوي اي ان اس زائد 10. ماشي يا شباب، هو ده، هو ده الامر المدمج. خلاص، يبقى الامر المدمج ايه انسر بلس يساوي، ما فيش حاجه اسمها بلس يساوي، اهي بقت عندنا في السي بلس بلس. بس ما حدش بقى ايه يعني يقول لي طب هشيل الايكوال ما اعرفش ايه، مش هينفع. لازم يبقى ايه دلوقتي ان اس انسر
بلس يساوي 10. تفسيرها ايه؟ معناها انسر يساوي انسر زائد 10، معناها برضو ايه؟ انسر الجديده تساوي انسر القديمه اللي هي كانت واقفه على 17 زائد 10. خلاص يبقى انسر دلوقتي واقفه كام؟ على 27. حلو، يبقى احنا دلوقتي احنا حاسبينها مع بعض ان انسر اخر حاجه واقفه عليها 27. ليه؟ لان انا بادئ هنا اهوت، بادئ الاول ب 17 وانسر بلس ايكوال 10 يعني زود عليها 10 اصبحت 27. حلو قوي. طيب هنا انسر ماينس ايكوال 7 يعني نقص على اخر حاجه 7 اللي هي ايه؟ اللي هي انا هعملها لك هنا كومنت، هعملها لك هنا تعليق اهو، ما انت عارف الكومنتات دي ملهاش ايه؟ ملهاش يعني ما بتخشش في البرمجه. يعني انا ممكن احط لك اي شروحات وتفسير هنا اهو. تمام؟ يبقى دلوقتي انسر نقصنا منها 7، احنا كنا اخر حاجه على 27 نقصنا منها 7، يبقى دلوقتي ايه؟ واقفين على 20. طيب اللي بعدها واوت هتطلع لك على الشاشه بقى. ما انا دلوقتي دقايق واعمل رن للبرنامج واطلعها على الشاشه. طيب انسر ملتبلاي ايكوال 2 دي معناها ايه؟ معناها انسر يساوي انسر مضروبه في 2. ما هفكها لك اهو، ادي التفسير بتاع الامر بتاعي. تمام، ادي التفسير بتاع الامر بتاعي، ادي علامه الملتبلاي اهي يا شباب. خلاص يبقى دلوقتي انسر ملتبلاي ايكوال يساوي 20 تساوي 2، احنا اخر حاجه واقفين عليها 20 هنضربها في 2 يبقى احنا وصلنا دلوقتي ل 40. خلاص خليك بس فاكر دلوقتي ان انسر في الذاكره ب 40. طيب اللي بعدها وسي اوت انسر عشان يطلع لي على الشاشه. طيب بعد كده انسر ديفايد ايكوال 3 دي معناها ايه؟ ان اهو ادي اهو التفسير بتاعها اهو، انسر يساوي انسر، ماشي، انسر بيساوي انسر مقسومه على 3، ماشي، ودي مضروبه في 2 ودي مطروح منها 7. خلاص يا شباب، يبقى انسر الجديد هو انسر القديم بعد ما يتقسم على 3. بس بقول لك ايه، انسر اخر حاجه واقف عليها كانت 40، ماشي، تتقسم على 3 تقريبا فيها 13 وكسر، بحكم ان انا واخد انسر انتجر هيتبقى 13 بس ويروح الكسر. خلاص يا شباب، تمام، يبقى خليك معايا دلوقتي عشان هعمل رن للبرنامج واوريه لك شغال ان شاء الله. اخر واحده الغريبه دي اللي هي انسر علامه مئويه، انسر علامه مئويه 3. احنا من البرنامج الماضي السابق عرفنا ان علامه مئويه دي بتجيب لي باقي القسمه، بتجيب لي باقي القسمه. يبقى انا اخر حاجه واقف على انسر، واقف على انسر ب 13، هقسمه على 3 فيها 4، 4 في 3 ب 12 يتبقى 1. العلامه النسبه المئويه دي، ماشي، علامه النسبه المئويه دي هتطلع لي 1. حتى انا ممكن احط لك ايه الايه التعليق بتاعها. تعال نعمل رن. ادي سيف للبرنامج، ادي هنا سيف للبرنامج، وادي من هنا اكسكيوت كومبايل اند رن. بقول لك ايه، 27، ما هي الاول بادئ 17 زاد عليها 10 27، ماشي، نقصت 7 بقوا 20، ضربت في 2 بقوا 40، قسمت على 3 وخدت العدد الصحيح اللي هو 13. 13 جبت قسمة برضو على 3 بس جبت الباقي اللي هو 1. طيب ما هو البرنامج كده خلاص اهو خلصان. يبقى ادي الاوتبوت اهو زي ما احنا متخيل. حلو، يبقى احنا دلوقتي اتفرجنا على برنامجين. تعال نخش، انا فاضل لي 3 برامج هخلصهم لك بس واعلمك الاختصارات بتاعت السي بلس بلس. بص يا، خش على المفيد، انتجر اي بيساوي 10 وبي بيساوي 20، ماشي، حاضر، وبعدين سي اوت اي يساوي وبعدها ايه اند لاين، معناها انا عايزك، انا ممكن اختبرك ان انا اديك اكواد وتوريني الخارج ايه، يبقى ايه يساوي ومسافه وتطلع ال10، اند لاين دي هتجيب لك سطر جديد، وعلى السطر الجديد به يساوي مسافه وتنزل ال20 واند لاين. طيب ده مش جديد، يعني انا كده ما علمتكوش حاجه جديده، هو الجديد كله في البتوع دول.
بص يا ابني، سي اوت از اي بيجر ذان بي، وبعدين اي اكبر من بي. هي ايه بكام؟ ايه ب 10 وبي بكام؟ ب 20. طيب ما هي اكبر من بي فولس. ما هو ده يا شباب، ده سؤال بيتجاوب عليه بترو ولا فولس. ماشي، ايه حاليا ايه ب 10 وبي ب 20؟ يعني فولس. خلاص، يعني القوس ده جواه فولس. بس عايز اقول لك سر، السي بلس بلس الفولس بيطلعها زيرو. هو كده معاه عنده زيرو وال1، الفولس بزيرو وال1 باليس او الترو. اتعامل بقى معاه كده بالمنطلق ده اهو. يبقى دلوقتي ايه اكبر من بي؟ انا بيني وبينك احنا عارفين انها فولس، بس لما هعمل ران هيطلع لك زيرو، لان هو بيعتبر الزيرو دي فولس. خلاص، حلو قوي. اللي بعدها ايه سمولر ذان بي؟ انا كاتب ايه اصغر من بي. على فكره ايه ب 10 وبي ب 20، يعني ايه اصغر من بي؟ ايوه ترو، بس هو هيطلع 1. هو بياخد الترو كده بيتعامل معاه ب 1. ماشي ماشي، طيب حلو. از ايه ام بي ار ايكوال؟ ايه ايكوال ايكوال بي. لا استنى بقى استنى بقى، ايه الكلام الجديد ده؟ ليه مكتوبه ايكوال مرتين؟ ده خطأ ولا ايه؟ لا انا قصد، انا قصد، ما هو بص يا شباب، اصغر من هنا دي معناها اختبار، هل ايه اكبر من بي اه ولا لا؟ هنا معناها اختبار، هل ايه اصغر من بي اه ولا لا؟ هنا بقى ايكوال ايكوال معناها هل ايه يساوي بي اه ولا لا؟ طب ليه اكتبها ايكوال ايكوال؟ ما اكتبها واحده وخلاص. لازم لازم، ليه؟ عشان السي يعرف يميز. اصل بص يا ابني، الايكوال دي، الايكوال دي معناها ان هو بياخد 10 يحطها في الايه، والايكوال دي معناها ان ياخد 20 يحطها في البي. انا مش عاوز كده، انا عاوز يشوف لي هل ايه تساوي بي اه ولا لا. طب هنا هيطلع فولس، عارف ليه؟ لان هما لا يساوي بعض. يبقى هو يا فولس، هو انا اسف، هو هيطلع زيرو. ماشي، عشان هي لا يساوي بعض. تعال نجرب، تعال نجرب اهو. خلاص، هو كده الكود مكتوب ادي من هنا يا سيدي، كومبايل اند ران. ماشي، بص يا سيدي، اتفضل. دلوقتي A بيساوي 10 و B بيساوي 20، تمام؟ is A bigger than B؟ صفر. ليه صفر؟ عشان دي false، تمام؟ is A smaller than B؟ 1. 1 ليه؟ عشان 1 دي true. طب is A and B are equal؟ 0. ليه؟ لأنهم لا يساووا بعض، يعني false. شفت بقى ميزة لما أكتب equal equal؟ تمام؟ طب بقول لك إيه؟ تعال نجرب. يبقى انا دلوقتي لما حطيت ايكوال ايكوال، شاف لي الاي اللي هي ب 10 والبي اللي هي ب 20، قارن ما بينهم، طلعوا مش زي بعض، طلع فولس بس عبر عنها بزيرو. يا سيدي تعال نجرب، احنا ورانا ايه؟ انا هحط ايه بيساوي بي. انا بقول لك هو هياخد الاي البي اللي هي ب 20 يحطها في الاي، مش هيختبر المساواه، هيطلع ايه يا ترى؟ تعال ما نجرب. يبقى ادي هنا كومبايل ران لازم عشان يترجمه، طلع لي 20. ليه؟ لا هو ما اختبرش ال 10 بتساوي 20 اه ولا لا، ده خد اللي على اليمين حطه في اللي على الشمال. ماشي، ما هي المعادلات الحسابيه كده. يبقى لازم يا شباب هنا ايكوال ايكوال عشان يبقى اختبار للمساواه. ماشي، حلو قوي حلو قوي. تعالى بقى، فاضل برنامجين، في برنامج هقعد اشرح فيه، والبرنامج الاخير هياخد كلمه واحده بس عشان انتوا شاطرين وكويسين جدا. تعالى بس نشوف دلوقتي، انا كاتب لك هنا كومنت، بروجرام تو شو كونديشنال ترنري اوبريتور علامه استفهام. ايه الترنري اوبريتور علامه استفهام؟ هوضحها لك يا ابني. زي ما بقول لك، برنامج السي بيختصر، بيختصر اكتر من ما ينبغي. تعالى اعلمك ان شاء الله تبقى واضحه. انبوت اي وبي وماكس، لا انا اسف، انتجر اي وبي وماكس. يبقى الاي ده هيبقى رقم صحيح، والبي هيبقى رقم صحيح، والماكس هيبقى رقم صحيح، ما بينهم كوما، وفي الاخر خالص فاصله منقوطه سيمي كولوم، علشان كده الامر تم. طب بص يا سيدي، سي اوت انتر تو نمبرز اون ذا سيم لاين. بص انا كاتب ايه؟ ادخل رقمين على نفس السطر. ازاي بقى؟ انا دايما بدخل مثلا 10 وادوس انتر و15 وادوس انتر، هدخل رقمين على نفس السطر ازاي؟ اتعلم الكود اللي انا كاتبه. بص يا ابني، انا كاتب سي ان واحده، يعني امر ادخال واحد، سهم على ايه وسهم على بي. يبقى دلوقتي على نفس السطر تعمل ايه؟ تكتب 10 مسافه 15، لازم اتنين اذروايز هيبوظ.
خلاص يا شباب. طيب يبقى كده هياخد الاي والبي على نفس السطر، تمام. تعالى بقى دي مش اختراع يعني، تعالى بقى هي الجمله الجايه دي القادمه هي اللي فيها حيره. ماكس يساوي افتح براكت ايه اكبر من بي. السؤال بقى هل ايه اكبر من بي، اه ولا لا؟ هيعتمد على الارقام اللي انا هدخلها، هنشوف دلوقتي. تمام، يبقى هنشوف ايه اكبر من بي، اه ولا لا؟ بص بقى، وبعدين علامه استفهام، يا نهار ابيض ايه الكلام ده، وبعدين ايه نقطتين بي. بص معناها بقى كالاتي، خد التفسير كالاتي، هو هيقارن ايه وبي. لو ده ترو، لو ده ترو هياخد الاي يحطها في ماكس ويهمل البي، لو ده فولس هيعمل العكس هيهمل الايه وياخد البي. يا شباب انا قصدي كالاتي، انا قصدي كالاتي، لو ايه اكبر من بي خد الايه حطها في ماكس، لو ما كانش خد البي حطها في ماكس. تمام، يبقى هو ده الجديد، ده معناه كالاتي، لان انا ان شاء الله بعد كده هدرس لك الاف دي معناها اف يا شباب، معناها اف ايه اكبر من بي then max equal a otherwise max equal b. ده تفسيرها بس هو بيكتبها بطريقه مدمجه ما يضرش. تمام، تعال نجرب. يبقى ادي من هنا كومبايل ورن، وهوريك بقى ازاي تكتب الاثنين. ادي هنا يا شباب 30 و15، يبقى الاي ب 30 والبي ب 15، طلع لي ال 30 لان هو خد الاي ماشي، يبقى الكونديشن لما اتحقق خد الايه ماشي، حلو قوي. تعال ننفذه تاني، ادي من هنا يا سيدي كومبايل اند ران، تمام، ادي 15 وبعدين مسافه، شفت بقى السي ان الاثنين على نفس السطر ازاي ماشي، يبقى ادي 15 وبعدين 30 وتسيب ما بينهم مسافه ولا كوما ولا ما اعرفش ايه. تمام، طيب خد الرقم الثاني اللي هو ال 30. طب افرض بقى دخلت 30 و30 ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب، افرض دخلت 30 و30 ايه اللي هيحصل؟ تعال نجرب، تعال مع الكمبيوتر قدام. ادي من هنا يا سيدي، ادي هنا كومبايلر ران، تمام، دخلت 30 وبعدين 30. هو بالنسبه له هقول لك هو نفذها ازاي، هو طبعا الكبير ما بين 30 و30 هي ال 30 ده الكبير فيهم ماشي، بس هو نفذها ازاي؟ بص يا ابني، ايه اكبر من بي، ايه ب 30 وبي ب 30، ايه اكبر من بي فولس، ساعتها بيعمل ايه؟ هيسيب الاولانيه وياخد الثانيه، يعني هيطبع البي. طب ما هي نفسها ب 30 برضه، بس انا عايزك تفهم ان هو خد البي لان ايه اكبر من بي فولس. تمام، طيب يبقى دلوقتي الفولس اللي يساوي بيبقى مع الفولس. تمام، حلو قوي. اخر برنامج بقى هو مجرد هوريهولك، هو بس هي كلمه هوريها لك. بص يا ابني، نمبر بيساوي 7 زائد 3 زائد 2 سيمي كولو، المعادله دي هتتنفذ ازاي؟ حسب قوانين الرياضه لازم الثلاثه في 2 الاول والناتج ينضاف على 7، واضح يا شباب؟ ليه؟ لان دي قوانين، كل قوانين الرياضه والاس وما اعرفش والاقواس والفاكتوريال وكل دنيا الرياضه نازله هنا عنده في السي مظبوطه، اللهم الا بس البسط والمقام ما عنديش، بحط علامه القسمه وبراكتس اقواس. خلاص يا شباب، يبقى دلوقتي انا 3 في 2 ب 6، 6 في 7 ها بكام؟ ادي هنا اهوت، تمام، يبقى ادي من هنا يا سيدي طلع لي، انا اسف، 3 في 2 ب 6، 6 زائد 7 ب 13، يبقى ادي من هنا يا سيدي، ادي هنا الايه، يبقى دي انا حتى مسميها لك تعليق بريسيدنس اوف ماثيماتيكال اوبريشن، اللي هو اولويات العمليات الرياضيه. طيب كتر خيركم، حلو قوي كده، ادي احنا اتعلمنا 5 برامج ماشي، لازم الكلام ده يتعمل عملي عشان تتقنه، وبعدين الحلاوه والشطاره ان انت تقعد تغير فيه، اقعد غير فيه وجرب، هتلاقي بإذن الله الدنيا اتضحت. شكرا جزيلا لانتباهك.